خوتي السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من برنامج مغربي في الغربة. حلقة هذا العدد عليكم من العاصمة السويدية ستوكهولم، هندنا التي تقع على مجمع جزر المالارين وبحر البلطيق، واللي كيجعل من هذه البلاد تكون من احدى اجمل المدن في العالم. اذا مغربي في الغربه جانا هذه المدينه باش نكتشفوا الجاليه المغربي ديالنا هنا كيف عايشه. نتلاقاو مع مغربي في الغربه. ماروكو يا مونغا كومسا سمي ماروكو ال دومي باربي دي نايس دي فيت برا سو يا دومي تريبل في السكي ni är jättesnygga. Jättefina. Vad har du att säga till killarna i Marocko? Kom till Sverige och haffa svenska tjejer. Fin. Yes. Det är god mat. Marhabi Foromba. Yes, Marhabi Foromba. السلام عليكم. السلام عليكم خويا هشام. اهلا مصرفين. مرحبا خويا. انا برنامج مغربي في الغربه. مصرفين خويا مرحبا بكم. سميتي هشام زرقاني، جيت للسويد 1993. احنا دابا راه في فولبري سنتروم، البلاصه اللي معروفه فيها الاجانب بزاف، فيها مغاربه تما ساكنين بزاف. احنا دابا في نقولوا هذه المنطقه هذه هنا في ستوكهولم هي مخصصه بالاجانب والمغاربه. تقريبا هنا كاينين بزاف الاجانب وبزاف المغاربه، وحنا هاد الساعة واقفين قدام المركز الثقافي الإسلامي المغربي اللي هو كتشوف. إذا هذاك اللي هو المسجد أو المركز ديالك؟ هذا هو المسجد فين كيجي كتشوف مكتوبة فيه مغاربة، يعني نقولوا المغاربة هما اللي المغاربة هما اللي مكلفين بهذا المحل هذا، وكيجيبوا بعض المرات كل مرة كيجيبوا شي إمام من المغرب المغربي هنايا، وكيجيو الناس هنا يصليو. زعما المغاربة خاص بهم هذا المكان. خويا هشام شنو اللي جابك لهنا للسويد؟ خويا اللي جابني هنا للسويد هو بغيت نعيش حياه احسن من اللي كنت كنعيش في المغرب، والحمد لله لحد الساعه انا عايش كيف ما بغيت انا. نقولوا لقيت هذاك الشيء اللي كان ناوي قبل ما تجي من هنا، اللي كنت ناوي في المغرب؟ اللي كنت ناوي في المغرب وصلت ليه، وحسن من اللي كنت ناوي تقريبا. الحمد لله. يعني ما كانتش ديك الخيبه الامل الواحد كتلقى مع الواحد اللي يكون ناوي حاجه ملي كيجي كيلقى حاجه اخرى. بالنسبه لي انا خويا كنت ناوي حوايج، ولكن الحمد لله لقيت حوايج احسن وكملت في هذيك الطريق، والحمد لله انا عايش بخير. اوراق ديالي هنايا، جنسيه سويديه. كيفاش جيتي باش مثلا كيف جيتي للسويد؟ جيت للسويد اخويا بفيزا توريست عاديه كما داروا بزاف ناس المغاربه، وخديت الاوراق ديالي هنايا حيت تلاقيت بواحد السويديه بلي تزوج انا وياها. خديت الاوراق ديالي، كملت القرايه ديالي هنا في السويد، ودابا الحمد لله خدام. كنخدم في سيكوريتي سيفيل، وهذه الخدمه ديالي اللي كنخدم يوميا، ومن بعد في الويكاند كنخدم دي جي. يعني خد جوج الخدمات انت؟ يعني عندي جوج الخدمات ديالي. الخدمه ديالي عاديه كما قلت لك في سيكوريتي سيفيل يوميا، وفي الويكاند الخدمه ديالي اللي هي كانت اصليا عندي في المغرب دابا غير هوبي، ولكن يعني كديرها خدمه مزيان. كنخدم هنا. يعني قول لي الوقت عندك عامر 24 ساعه ولا 14 ساعه؟ الوقت اخويا عامر وضروري. الواحد هنايا مغرب، وكما كيقولوا الناس الا انت كتعرف شي حاجه كتعرف ديرها بينا شنو عندك، وهادشي اللي كاين في السويد زعما كتعرف شي حاجه كيعطيوك ديرها. في المغرب ما كاينش فرص، ما في المغرب لكش فرصه. في المغرب عندهم الناس اللي عندهم زعما نفس الشكل اللي كان عندي انا، دي جي كاينين كبار في المغرب وكل شيء، ولكن السالير ديالي انا اللي كناخذو في نهار واحد هنايا يمكن كياخذوا واحد في المغرب في شهر، وماشي شي خدمه اللي كنديرها انايا زعما يوميا. هادشي اللي هذا هو الفرق اللي كاين تقريبا بين السويد وبين المغرب. قول لي هشام، الناس اللي كتسائل مثلا شنو هي الطريقه كيف كيجيو المغاربه لهنا للسويد، شنو تقدر تقول مثلا الواحد اللي باغي يجي للسويد من لهنا؟ خويا بصراحه اللي باغي يجي للسويد هنايا اش نقول لك، كما تقولوا المغاربه اي واحد مرحبا به هنا في السويد، بلاد ديال اي واحد. ولكن اخويا الواحد اللي غادي يجي حارق ولا غياخذ فيزا توريست وناوي يحرق ولا شي حاجه غادي يلقى صعوبات كبيره، ويمكن ما يلقاش داكشي اللي باغي هنا ويضيع كلشي اللي عنده في المغرب، حسن ليه بلاش.
اللي باغي يجي يعني السويد. الواحد كيقول لهم الاحسن الواحد اللي عايش بالاوراق من الاحسن ما يجيش يبقى في المغرب حسن لي غادي يتمحن غادي ماشي حوايج يوقعوا ليه ما يمكنش الواحد يتصورهم اما الواحد اللي كيعرف كيفاش يصاوب الاوراق ديالو ولا كاين اللي يعاونو بالاوراق ديالو هذاك السيد ما يمكنش يلقى صعوبه غادي يكون كلشي الحمد لله كلشي يكون بخير يعني يكون مزيان الواحد يجي على طريقه الزواج نقولوا طريقه الزواج هي بصراحه احسن طريقه دابا اللي باش الواحد يجي لهنايا يصاوب بها الاوراقات ديالو يصاوب الاوراق ديالو وتكون عنده السكنه ديالو الحمد لله يكون عنده يقدر يدخل المدرسه يقرا اللغه وينظم المستقبل ديالو وهذاك الشيء يعني الدوله تساعده في جميع النواحي الا عندك الوراق ديالك تساعدك الدوله في اي حاجه بغيتيها نتايا اي حاجه بغيتي ديرها نتايا كيساعدك الدوله ما تقولوش هما الا من ناحيه المساعده وانما خاصك انت تكون عندك الرغبه وتكون عارف اش باغي دير اما باش تجي لهنايا ما عندكش الاوراق عندك غير فيزا اللي غادا تسالي ليك وتبقى الدور هنايا هذوك الناس ما كيطيحوش كيتكرفصوا وما كيطيحوش في مواقف زوينه وما وحنا راك عارف المغاربه ديالنا بنادم عنده النفس خايبه ما يمكن الواحد ما يرضاش وملي يبغي يرجع للبلاد عاوتاني ما يرضاش كيحس براسو الواحد ما مقبولش هنا وما مقبولش في بلادو ما كيبقاني هنايا يعني اللي هنا هذا الشيء اللي كاين اللهم الواحد يجيب الوراق ديالو هنايا هذه احسن حاجه كيتنام بزاف الحوايج وتيكمل داكشي اللي بغا ويقدر يبني مستقبله على احسن ما يرام زعما هذا الشيء اللي كاين الا خويا هشام قدمنا كنشوفونا يعني طبله عامره بالناس بغينا نتعرفوا على المستين شكون بعدين الناس اللي هنا كاينة مراتي مولين شنو اسمها؟ مولين كاينة خت مراتي مايا كاين ولدي سمير كاين ولد خت مراتي إلياس واختو مينا إلياس بين كاين الكاميرا كاين سيلين زوبيدة بنتي كاينه مريم بنتي كبيره وكاين كريستيان اللي مزوج مايا اخت مراتي دابا حاليا كتشوف يعني وسط السويدية باش كتحس يعني كتحس بواحد كانك غريب يعني لا ما كنحسش براسي كاني غريب لحقاش معايا الفاميلا ديالي زعما واخا مثلا مسيبي اللي هو كيبان لك سويدي هو اصلا ماشي سويدي هو اللي سويدي مو انجليزيه حتى هو نقولو غريب عندنا نفس الاحساس بحال بحال زعما ما كنحس حتى شي حاجه اللي مضايقاني بين ولادك بين ولادي بين العائله ديالي عادي الحمد لله ما كنحس حتى شي حاجه اللي هي غريبه ولا شي احساس ضعيف ولا شي حاجه لا بالعكس خارج مع ولادي حنايا حتى كتشوف كندخلو ما كاين حتى شي مشكل كيف ديما هادشي كنديروه في المغرب وكنديروه هنايا المهم ما كاينش شي فرق بالنسبه لي انا وبالنسبه للاولاد ديالك ولا المدام ديالك واش كيهضروا شويه المعلم حاول تعاون شويه العربيه ولا المغربيه ولا شويه التقاليد ديالنا المغربيه شويه تاع التقاليد كنحاول المهم كان الواحد كيحاول يدير المجهود ديالو بحال دابا انا مثلا عندي الاولاد ديالي كيفهموا المغربيه ولكن ملي كيبغيو يجاوبو تيحشمو وملي كنكونو في المغرب كاينين ولاد عمتهم وكلشي ولكن الاغلبيه في الدراري كيهضروا حتى هما الانجليزيه وهادو كيقراو الانجليزيه كيهضروا مع الانجليزيه والمغربيه المهم كيتفاهموا باي طريقه لقى ماشي زعما ما كاينش داك ما محتاجينش المغربيه باش يتفاهموا مع اي واحد وسيتو في العائله كيهضروا معاهم بالانجليزيه بالمغربيه المهم كاين مجهود يعني المستقبل ما كتشوفوش الصعوبات يعني حسب اللغه العربيه اخويا اخويا داك الشيء على حسب تربيه الوالدين صراحه على الواحد يصبر كيفاش ربى ولادو وكيما قلت لك انا كنحاول ندير المجهود تاعي واخا ما كاينش الوقت اللي غادي يكون كافي ولكن الواحد كيدير اللي عليه والباقي على الله ما تقدرش دير شي حاجه اكثر من جهدك مرحبا بك خويا انا كنكون هنايا انت كتسمع الدراري هذو ولادي كيلعبوا كره انت يعني كنشوفك كتفتح موقع رائع يعني الطبيعه قدامك واش هذه هو تيبيك ديال السويد يعني هذه هي الحياه السويديه الحياه السويديه وانت كتشوفها هما العائله تاعي في مريحين هذه الجرده ديالي انا وهذه اللي كتشوف قدامك هذه الدار تاعي فين كنسكن انايا ها هي وهنا كيلعبوا الدراري وكاين عاوتاني فين يلعبوا الدراري هنا من اللور زعما من ناحيه
الدراري واحد ما كيخافش عليهم. شحال فيها البيوت هاد الدار؟ ربعة البيوت. يعني دار كبيرة نقولوا ماشي ديك الدور الصغار ديالك. ربعة البيوت عندنا فيها وفيها الصالون هذا. هذا الصالون هنا فيه. على ستيل السويدي. حاليا ستيل السويدي انت كتشوف هذه الكوزينة ديال الدار. هاد الدار هادي كان شحال من متر يكون فيها؟ فيها 96. 96 والثمن مثلا هيدا؟ الثمن هو 7900 كرونة سويدية اللي تقريبا تقدر تقول 8900 درهم. يعني الغلاء نقولوا بصفة عامة. الغلاء ولكن كاينين بزاف الناس اللي ما كرهوش يخلصوا نفس الثمن وياخذوا نفس الدار، ولكن راك عارف اللي ما عندوش الوراق مسكين راه كيتمحن فاش. غادي نلبس الجاكيت ديالي وغادي نخرجوا للطوموبيل ديالي وغادي نمشيو للخدمه ديال الليل اللي انا دايرها كيف هوايه هوبي ديالي هي موسيقى دي جي في واحد ديسكوتيك هنا قريب. نمشيو الى العمل. الى العمل ناخذ الطوموبيل نمشيو للعمل ان شاء الله. المهم حنا في الخدمه ديالي، هذه الخدمه ديال الويكاند اللي غير كنديرها مره دي جي. تفضل محل هذيك، هذا هو الديسكوتيك يخدم فيه. يعني هو هذا المحل، هو هذا المحل. تفضل. المهم شكرا بزاف حيت جيتي. المغاربه كلهم عارفوا الحقيقه اللي كاينه. المهم اي مغربي عنده الوراق ديالو راه غادي يدير المستقبل ديالو، ولكن مرحبا بالمغاربه كاملين. مرحبا وكنشكرك بزاف على البرنامج ديالك اخويا. سلم على كلشي في المغرب من المول الحانوت حتى الوليد. ما تنساوش تتسجلوا معنا في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا في صفحتنا في الفيسبوك مغربي في الغربه. مغربي في الغربه، صوت الجالية المغربية المقيمة في الخارج.